تعمل أمانة المنطقة الشرقية على تطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع أرض 15 متر، وذلك بعد نجاح بلدية الخبر في تطبيقها. وأكد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير أن بلدية الخبر انتهت خلال الفترة الماضية من تأهيل 3 شوارع من خلال تخطيط يتم للمرة الأولى. وكشف الجبير بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تأهيل 30 شارع كمرحلة أولى بهدف إزالة التشوه البصري وتنفيذ أيضا وتأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة. وينضم إلينا من الدمام مراسل الإخبارية طارق الغامدي. طارق مرحبا فيك، يعطيك العافية. حدثنا طارق عن آخر تطوير في شوارع الشرقية، ومتى تنتهي المرحلة الأولى لـ30 شارع هناك؟ أهلا فيصل، حياك الله. أول شيء نحن في مدينة الخبر، محافظة الخبر، وتحديدا في الموقع الذي تم تطويره من قبل أمان أو بلدية الخبر وأمانة المنطقة الشرقية. هذا الشارع وهذه المنطقة عملت كمرحلة تجريبية ل يعني الطريقة أو الأسلوب الذي سوف ينتهج في شوارع عرض 15 متر في بلدية الخبر أو مدينة الخبر والدمام والظهران، وهي حاضرة الدمام بشكل عام لتطوير شوارع 15. شوارع 15 فيصل هو كما هو معروف هي الشوارع التي داخل الأحياء والتي بعض الأحيان قد يكون فيها بعض التشوهات البصرية وأيضا عدم الاهتمام من حيث الإسفلت أو أيضا الأرصفة الموجودة في الجوانب. لذلك بدأت الإجراءات بعمل تحسين وتطوير هذه الأعمال وهذه الأجزاء لتكون بشكل جميل وشكل منظم وشكل يعني يكون يعني محفز لأصل الأهالي حتى يستفيدوا من هذه الشوارع وأيضا يستمتعوا بالمناظر والشكل الجميل في هذه الشوارع. طبعا المرحلة القادمة سوف تكون 30 شارع بعد هذه المرحلة وبعد التجربة وبعد التأكد من أنها يعني أتت النتائج المرجوة منها، سوف يبدأ تطبيق 30 شارع ومن ثم تقييم هذه المرحلة وهي 30 شارع، وبعد ذلك سوف تعمم على بقية شوارع حاضرة الدمام وهي الدمام والخبر والظهران. نعم، من الخبر مراسل الإخبارية طارق الغامدي، شكرا جزيلا لك.